هنقعد عندها قد ايه؟ لا ما قالش. طب انت يعني بالفكاكة بتاعتك كده قدرت تعرف ايه؟ بقولك يا اما، انا وانتي متأكدين ان الحاج لا يمكن يستغنى عنك. تلاقيك انتي بس قلتي له كلمة كده ولا كده زعلته. انا يا ابني، ما انت عارفني، عمري ما قلت له حاجة تزعله، وطول عمري شايلاه على كف الراحة وما كسرتلوش كلمة. انا كل اللي قلته له حكاية جوز اختك. ما هو ما كانش في داعي يا ام، ما كانش في داعي. عموما الحاج كبر وبقى بينسى، انا متأكد انه هينسى. صدق ان انت لسه طيب يا فتحي، وعلى نياتك ابراهيم العقاد ينسى؟ ما يبقاش كلام ده، ابراهيم العقاد بينسى اللي هو عايز ينساه بس، انما اللي في راسه يفضل فاكره طول العمر. خلاص ياما بقى، انسى انتي. يلا انا همشي. على فين يا فتحي؟ معلش يا حبيبي، خليك قاعد معايا شوية، أقوم أعمل لقمة وناكل سوا. أنا أصلي بفضل قاعدة طول الوقت لوحدي. قول لي يا فتحي، هي مراتك يا ابني هترجع إمتى من بلاد بر؟ يا رب ما ترجع، علاجها هياخد وقت كتير أوي يا أما، عشان كده الحاج عايزني أسافر لها. منها لله، يجيلها دهية تاخدها. بنت المزهودة اللي اسمها وردة دي، كل المصايب اللي بتجيلنا من تحت راسها. ما احنا اللي ابتدينا يا ام، انت ناسية؟ انا مش عارفة يا واد يا فتحي، لو عرفت ان ابراهيم ده يبقى ابنها هتعمل ايه ولا ايه ولا ايه؟ قولي انت يا ام، لو ابراهيم عرف ان البت دي تبقى امه وانها تاجرة مخدرات، هيعمل هو ايه؟ ايه يا اخبار صاحبك؟ بقالي اسبوع لا شفته ولا عترت فيه، والنهارده كنت في المصنع، محسن جوز اخته قال لي انه سافر بره عشان مراته. ازاي يا مدبولي؟ انا مكلفك بالعمليه دي من اسبوعين. ما على يدك انت ريس، لازم ابقى جنبه، لازم ابقى قريب منه عشان انفذ الخطه صح واحط له البودره في العربيه. وهيرجع امتى؟ يا حمدان الان من الشركه الجديده اللي بيفتحها مجدي، دي شركه استيراد وتصدير وكل اوراقها سليمه. وايه يعني؟ انا كل يهمني بيستوردوا ايه مش بيصدروا ايه. انا اللي بلغني ان استوردوا شحنه يميش وكل اوراقها سليمه. فتشوا الشحنه دي كويس؟ ما انا جبت لك التقرير. على العموم انا هطلب من مدير الاداره ان يسفرك ورا مجدي ده بره، يشوف بيكلم مين، بيعمل اتفاقات ايه، بس على الله بقى يوافق. ايه رايك بقى يا قطه؟ بتهيألي دي طريقه لا يمكن اي حد في الدنيا يكشفها. احنا هنعرف ازاي الجوزه المليانه من الفضل؟ حلوه الجوزه دي، هنعلمها طبعا. وتعدها كمان، احسن واحده منهم تروح غلط لزبون نروح كلنا في داهيه. من الناحيه دي اطمني يا قطه، انا هعمل لك شغل مظبوط على الاخر. الصنف ده نوعه ايه؟ اكسترا، هيعجبك قوي. دو يا ترى؟ ايه الاخبار؟ صنف عالي قوي، اكسترا يا ست الكل، حاجه كده على كيف كيفك. تسلم ايدين اللي اشترى. عارف، اشتغل بيه بقى. بس دي كميه قليله قوي. لا ما هي الكميه دي عينه مجانيه كدو يعني، انما بقى لما سافر يا سكر هجيب لك الكميه اللي انت عايزها. طب ايه رايكم بقى لو نجرب العينه الصغيره دي على الزبون؟ حلوه جديده دي. ما قلتليش يا صاحبي، ايه رايك في الجو هنا؟ لا 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 لا، الجو هنا ابداع، ده شيء عبقري. ايه الحلاوه دي؟ عارف يا صاحبي ايه؟ انا اذا كان عليا اتمنى اعيش بقيت عمري في لبنان دي، ما اخرج منها ابدا. يا سلام ليه يعني؟ الهب بتاعها عالي قوي قوي قوي. هه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 ه
اهلا اهلا يا انسه، اتفضلي. انا مدام مش انسه، ريري الهلالي. تسمع الاسم ده؟ ايوه طبعا. مش حضرتك برضو اللي بتشتغلي في الازياء؟ بس شكلك صغير قوي، اقصد يعني سنك صغير قوي على انك انت تبقى تاجر شاطر قوي كده مع الزباين بتاعتك. انا اساسا متربي في عيله معظمها تجار. انا كنت محتاجه حد يجي يركب لي ساوند سيستم عندي في الفيلا في كل اوضه. انا هبعت لحضرتك اكبر مهندس عندنا هنا في المحل ويشوف طلبات حضرتك كلها. ليه؟ هو انت مش خبير في المجال ده؟ ها؟ يعني مش قوي، بس المساله دي بتبقى محتاجه واحد خبير اكتر مني شويه في التوصيلات الكهربائيه. لا بالعكس، بتبقى محتاجه واحد عنده ذوق، يعني يجي يشوف الاول الفيلا ويقول لي رايه وذوقه ايه وبعدين يبعت الخبير. انا شايفه ان انت احسن واحد تعمل ده. انا انا ما عنديش اي مانع، ده انا كمان يحصل لي الشرف. خلاص اتفقنا. يا انا اسفه، اسمك ايه؟ ابراهيم. ابراهيم فتحي العقاد. تحب تيجي امتى يا ابراهيم؟ بلاش النهارده ولا بكره، اصل عندي شغل كتير قوي. تحب تيجي بعد بكره؟ بعد بكره لو مشغول يبقى براحتك، انا ممكن اسيب لك نمره الموبايل بتاعتي، تكلمني في اي وقت. هي سهله قوي، ممكن تحفظها. 015 3 6 1. اول ما تفضى كلمني، بس اوعى تتاخر عليا يا ابراهيم، احسن بعدين اجيب مهندس تاني يركب لي السيستم. زيرو 15 3 6 1. الو، مين اللي بيتكلم؟ بهيجه. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. انت يا اختي اللي كنت بتكلميني من شويه؟ يا اختي لا مؤاخذه، اصل انا كنت في اوضه النوم، على بال ما خرجت للتليفون كان ساكت، او حياتك ساكت. لا انا هبقول للحاج يا اختي يجيب لي عده جديده من اللي بتزهر النمر، اصل يا اختي في ناس بيعكسوني، فاكريني قاعده لوحدي، مش عارفين ان الحاج قاعد منور عندي. والله منور عندي. طب يا اختي ما تيجي اختفي رجلك وتعالي اقعدي معانا شويه. مش معنى انا يعني باجي اقعد معاكي. ماشي يا ستي، عايزه الحاج من عيني طبعا. هنا هو هيروح فين يعني؟ ها هيروح فين؟ هندهولك يا حاج. تعالى يا حاج كلم.
يا سي ابراهيم. ايوه ايه مين يا لزج اللي بيتكلم؟ واحده يا اخويا بتحبها قوي. ودي مين بقى ان شاء الله؟ يعني انت مش عارف بهيجه ام فتحي؟ وانت قلت لها ان انا هنا. امال اقول لها ايه؟ مش هنا؟ اقول لها مش هنا؟ خلاص. الو. ايوه بهيجه. كده برضو يا ابراهيم؟ كده يا اخويا مش عايز ترد عليا؟ طب رد عليا، قولي عامله ايه يا بهيجه، اطمن. معلش انا كنت سامع كل الكلام اللي قالته لك نازك، بقى تقول لك خد كلم حد بيحبك. تقول لها مين؟ خلاص يا حاج، خلاص نسيت بهيجة، نسيت حبيبتك. معلش الله يسامحك يا اخوي، ما كانش العشب. يعني انت طلباني دلوقتي عشان تقطميني؟ بقولك ايه، انا مش هقعد اتعاتب بقى وانت قلت وانت عدتي. خلصيني، انا ما عنديش طقطان، انا مش طايق جنس كلمة من اي حد مهما كان. طب بلاش انا يا اخويا، اسأل على ابنك فتحي اللي متشحطط برا، لا احنا عارفين هو فين ولا رجع امتى. ايه اللي غيرك كده يا حاج؟ ليه بتعمل معانا كده يا اخويا؟ خلاص حطيت على قلبك حجر من ناحيتنا، حتى على فتح ابنك؟ يا ستي هو كل يوم بيكلمني بيطمني على نفسه وعلى مراته كمان. ايوه بالظبط زي ما بيكلمك، يعني ملوش لازمه بقى اللف والدوران، وما تعمليش شويتين بتوعك دول معايا، انا خلاص ما عدتش مستحمل. قوليلي بصراحه انت عايزاني في ايه دلوقتي بالظبط؟ ولا ارتاحي هقولك انا. طبعا انت مكلماني دلوقتي عشان تساليني انا هرجع تاني امتى في البيت عندك. رايح نفسك يا بهيجه، اما يقول الاوان انا هبقى ابلغك. وخلاص بقى انا تعبت من الكلام، بنهج. يلا مع السلامه. سلامتك يا حاج.